فإذا أرجع عيد اللاترال فراكشن، قلنا اللاترال فراكشن هو عبارة عن فراكشنال ستيتمنت، مثل ما قلنا إنه الفراكشنال ستيتمنت. النيوميريتور أند النيوميريتور. إيه في بالنيوميريتور والدينوميريتور. In which terms؟ شو يعني terms؟ بالفراكشن. هنا النيوميريتور والدينوميريتور. Are forms of lateral expressions. يعني النيوميريتور والدينوميريتور هن لاترال. شو يعني لاترال؟ طيب. Representing numbers. يعني هن هون مثلا A هي حرف بس هو بنص الرقم. المد أي ممكن يكون 2 3 4 5 بس هو ممثل رقم هو حرف ممثل رقم كمان البي كمان is a letter representing a number فهيدا شو بنقول له فراكشن هيدا شو بنقول له كمان حتى لو كان في ارقام بس تشوفوا بقلبه letter حرف بصير اسمه شو letter fraction واضح واضح يا استاذ طيب هودي كلهم اسمهم letter fraction هلا هون نعرف شغله مهمه جدا الترم والفاكتورز الكتب مثلا هيدي شو بتقول لها يا استاذ A.3.0 point لا اي تايمز اي بي سي تايمز بس لازم ببعض يعني شو بتقول لها تايمز اي تايمز بي تايمز سي هيدي كلها اللي مضروبه ببعض الا 1 ترم كلها ترم واحد كل واحد من هول اللي مضروبين ببعض بنقول له شو فاكتور من السي هي فاكتور وكل نون والبي هي فاكتور والاي هي فاكتور والاي هي فاكتور بس كله شو بنقول له؟ وان ترم ماشي هيدي وان ترم مؤلفه من كم فاكتور؟ ممكن يجي واحد يقول لي في هون وان تايمز مش حيلا رقم نضربه بوان بضل هو زيتا في يقول لي في فاكتور رابع هو وان بقول له صح كمان صح طيب هلا مثلا عندنا هون 2 اي بي بلس 4 C times A minus B. هلا كلها ثلاثة. هلا هاي اسمعوا شوي. كم ترم هاي؟ اثنين. بالحقيقة الترم هو مجموعة أرقام وأحرف مضروبين ببعض. اثنين. يخلص أول ترم لما يجي البلس أو الماينس. إيه. ماشي؟ أول ترم من هو؟ تو إيه. هذا أول ترم. هذا فيرست ترم. شاك؟ إيه. هذا 4 times C times A minus B. هلا كله شو يعتبر كمان؟ سكند ترم. طيب اول ترم كم في بقلبه فاكتور؟ البي هي فاكتور الاي هي فاكتور والتو هي فاكتور يمكن واحد يجي يقول لي انه في عنا 1 تايمز كله كمان صح ماشي الحال الاي فاكتور والبي لانه ليش فاكتور صغار لانه مضروبين ببعض بقول لهم فاكتورز او ديفيزورز اثنيناتهم صح هون كمان هيدا الترم كم في بقلبه فاكتور؟ في ثلاثة الفور هي فاكتور لما مضروبه بغيرها والسي هي فاكتور لما مضروبه بغيرها لا مش والاي والبي والاي ماينس بي كلها فاكتور واحد بس تجي هيك هي كلها فاكتور هي يعني الفور هي فاكتور والسي هي فاكتور والاي كلها هي فاكتور يعني اللي بيقول لي الاي فاكتور بقول له غلط لا الاي مش مضروبه بغيرها البي مش مضروبه بغيرها منقصة من غيرها مش هيك بس الاي ماينس بي كلها مضروبه بغيرها فكلها بتكون شو فاكتور واحد واضح؟ طيب إذا طلعنا بهود الترم وبهيدا الترم في common factors هون هون شيء؟ الـ A هي أصلا هون الـ A factor في عندك هون factor اسمه A؟ لا 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 ما في factor اسمه A هون الفاكتور هون اسمه A ما نسبي مش A هون عندنا factor اسمه B في عندنا factor اسمه B هون؟ لا لا طيب في عندنا factor 2 هون هون في عندنا factor 2؟ لا بلا صار ما هي 2 times 2 صح ولا لا؟ يعني في factor اسمه 2 متخبي بقلب الفور عرفتوا شو؟ نحكي فيهم هلا بعدين ان شاء الله الكومن فاكتور، بس هلا المهم تعرفوا لي شو هو التيرم وشو هو الفاكتور. هلا ليش عم بحكي عن هول؟ عشان في فقرة اسمها سمبليفيكيشن. يعني مثلا إذا عندنا نقول 2AB على 4AC مثلا. كيف بنختزل هون؟ نختزل كومن فاكتورز. مين الكومن فاكتورز؟ الـ A بالـ A والـ 2 والـ 4 ممكن يكون الكومن بالأرقام وممكن يكون الكومن بالأحرف. بالاحرف في عندي كومن فاكتور ولا لا؟ ليه بشطب الاي مع الاي ونص عندي بالاحرف نص احسن هي قسم 2 وهي قسم شو 2 يبقى عندنا شو بيطلع عندنا فوق 1 بي 1 هاي دي 4 باي 2 هاي دي السمبليفيكيشن بس في شغله مهمه لحظه كل فاكتور مرق بالدينومينيتور اذا كان حرف يا مش عم تكتب يا عبد الله قلبي لبساطه ها كل فاكتور مرق بالدينومينيتور اذا كان هو حرف لتر بيكبو داز نوت ايكوال زيرو مثل ما حكينا هذيك المره مثلا الاي هي فاكتور ولا لا؟ بكتب ويز
الاي هي does not equal 0 ممنوع تكون 0 كمان السي هي فاكتور شو بكتب does not equal 0 واضح البي لا ما انا بالنيوميريتور بس تعالى الدينوميناتور اللي بكتبه does not equal 0 لازم اكتبهم اهو واحده ثانيه شو سؤالها لها simplify ماشي واحده ثانيه مثلا بنقول عندك minus 27 a square bc على لنقول 45 ab square t ايه يلا الايه بتنزل الايه على الايه والايه واحده في عندك a square فوق انتبه صار a بتروح ال a square يعني a times a عشان بتطلع a معي شو بضل a ولا تحت 4 واضح من هنا بدين بتطلع تحت a square يعني a times a بتروح a بضل شو واحده فوق بتروح b بتروح مع بي واحده شو بضل بي واحده واحده تحت السي بتروح شين؟ لا طلعت تبني على طعم والدين لا بالضبط طيب هلا انا لا لا عشان بنوصل من 27 ل 45 عطري او عمان لما جمعوا 9 2 7 يعني 9 4 1 يعني 9 اصبح على 9 شايف؟ اه قد بتطلع؟ هاي يلا 27 ديفايد 9 3 بديش انزل ماينس ولا بحسبها غلط؟ ماينس 45 بعرف فين اختزل شيء؟ لا بعرف في شغله مهمه اذا ما حطيتها بخسر لكم عليها شو هي؟ انه الـ 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 واضح؟ طيب بلكي عندنا مثلا سي ماينس دي هي سي داز نوت ايكوال زيرو لا سي بالنيوميريتور ما بقول بس بقول تعرض الدينوميناتور اللي تحت سي ماينس دي تي اوفر 2 تي هذه هون مثلا عندنا 2 تي استاذ ما فينا نعمل فوق كم تيرم عندنا فوق 2 1 مضروبين ببعض يا استاذ هاي تيرم 1 بس كم فاكتور في بقلبه؟ ثلاثة مين هن؟ السي دي هذي والتي التي هي فاكتور والسي دي هي فاكتور السي ماينس دي هي فاكتور شايف؟ طيب تحت كم فاكتور؟ بتروح يا استاذ تي بتروح كم فاكتور تحت؟ 3 التو هي فاكتور والتي هي فاكتور والتي هي فاكتور مين الكومن؟ تي مين الكومن فاكتور؟ تي الدي كومن فاكتور شيء؟ لا لا هذيك السي انا سي ماينس ايه الدي فاكتور تحت بس مش فاكتور فوق لانه الدي مش مضروبه بكل اللي حواليها منقصه من السي يعني بعتبرهاش فاكتور للدي ماشي فمين الفاكتور اللي مضروب بغيره فوق تحت هو التي بس مشطب تي مع تي شو بضل؟ سي ماينس دي على على تي مين شطب هنا هيك؟ لا ستة بالعكس. دي مش فاكتور هون. فاكتور مضروب بغير. ماشي؟ هلا هو كم تايم فوق؟ نعم. نعم. هو اللي فوق ما بس قلنا نحن التايم بنوصل التايم عند ثاني تايم شو ببلس او ماينس. ماشي؟ هيدي تو تايمز. هلا فيك تشوفها اذا هون حاطط 1 ومضروبه بسي ماينس دي فيك تشوفها 1 تايم من برا. بس هي سي ماينس دي تو تايم بس يكون عندنا تو تايمز يا استاذ ما فينا نختزل. بس كنا تو تايمز. ما فيني اختزلها بده يكون هيك 1 تير مضروبين ببعض لقدر اختزل فوق وتحت واضح؟ بيعمل 1 تير بعدين شو؟ بختزل مش الحال؟ بس هون ما فيني اختزل لانه هودي 2 تيرز تحت عندي 1 تير حتى لو كان عندي تحت 2 تيرز وفوق 2 تيرز ما فيني اختزل اذا كانوا اكثر من 1 تير بصير بدي اشتغل شيء ثاني اعمل كومون هاي بنتعلمها بعدين واضح لهون؟ صح بدنا نحط التي والدي عفوا برافو عليكم تي داز نوت ايكوال زيرو اند دي داز نوت ايكوال زيرو وش الحال؟ لا تو ما بيأثر تو خلقها داز نوت ايكوال زيرو ما الدي بالدينومينيتور تحت اكسترا 1 طيب اذا عندنا اي اوفر بي بلس سي اوفر دي كيف بنجمعهم لهون؟ operations on fractions هون on lateral fractions شو يعني operations؟ مثلا عملية fractions عملية operations هن addition subtraction multiplication division هاو كل اسمهم operations هاي addition كيف نشتغل؟ نعمل same denominator برافو شو نعمل times b times b equal شو same denominator طلع؟ a b a b same denominator تحت شو؟ b b حطوا مرة واحدة فوق a b plus c b
هيدي في نختزل شيء مثلا بي مع بي؟ ايه لا لانه هون في عندك كم ترم فوق؟ ترم فقلنا مثل هون هيك لازم يكون عندنا شو ترم واحد تقدر تختزل فوق تحت هيدي فوق عندنا هون تو ترمز ما في نختزل طيب كم ترم تحت؟ هلا عندنا واحد عشان طيب هلا كمان واحدة ثانية إذا عندنا A على B ماينس C على D بلس مثلا C على B D M أول شيء بنعمل الماينس أو C على M على M هلا نشوف كيف هلا عندنا هلا عندنا شو السيم ديناميتر رح يكون؟ الدي تضرب بالاي والبي اه بتعمل اول اثنين لحال بي دي ام ماشي هم شو بتضربها بي دي بي دي بي دي هيدي بدي احط اللون الثاني كيف هي اسرع هيدي بضرب بي دي وهيدي بي دي هون بشو بي بي هون بي بي شو صار السيم ده معناته بي بي طب بعد في نام بي دي ام بي بي عشان تصير هيدي مثل الجمال شو لازم اضربها هيدي بي دي بي دي دي بي 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 وهي عشان تصير مثلهم مثل شو بتقول؟ ضربة بيام كمان فهمت علي؟ يعني هيدي انا اول شيء بنحط الثاني لحال مع بعض كمان ما بدي اعملها بعد مع الثاني هاي الان بتصير مثل هي بنضربها بي دي والبي والبي شايف؟ طيب هاي ناقص او فوق وتحت عفوا نسينا فوق وتحت تحت هونيك هيدي كمان بس بعد ناقص عام بعد ناقص عام شايف؟ هون ضرب ام فوق وتحت وهون ضرب ام فوق وتحت واضح ولا لا؟ واضح يا استاذ؟ شو صار عندنا من الديناميناتور هون؟ بي دي ام بي دي ام بي دي ام لفوق اي بي ام اي بي ام ماينس سي بي ام بلس سي بي دي واضح ولا لا؟ تنسوش لازم نكتب هون with B does not equal zero and B does not equal zero هون with شو؟ B does not equal zero B does not equal zero B does not equal zero واضح؟ 1 2 واحدة ثالثة مثلا لنقول عندنا A over B divide C over B هيك كيف بنعملها؟ Just raise your hand. Tell me. A B times D C. True A B. A B times D C. What's that? A B over D. A B times D. A over D. Times. What you say? Times. Times. نعمل C على C. C على C. هلا شو بعمل؟ هم نعمل A times D. B times C, A times D, B times C. طيب with شو؟ With B كل فاكتور مرق بالديناميناتور بنحطه does not equal zero. With D does not equal zero. With C does not equal zero. With C هذا مش مرق بعدين. B does not equal zero. C does not equal zero and D does not equal zero. واضح؟ طب بعد عنا times four. مثلا A over B times سهل times times C over B with B does not equal zero and D does not equal zero واضح ولا لا؟ طيب بهاي البارت C في عنا division وعنا مثل ما شايفين هذا compound fraction وين بنبلش بالأول؟ بنحط A على 1 وال B على 1 وال 1 على 1 بنشتغل هيدا بالأول بنظبط هيدا ناقصه أو في مطرح ناقصه شو؟ بنحط 1 على 1 هيدي المين داش هون الفراكشن اللي تحتها كامل الفراكشن اللي فوقها مش كامل بنحط 1 على 1 شو بنعمل؟ بعيد بالبعيد؟ بالقلب بالقلب بنسخن divide لا أول شيء بدنا نخلص هي 1 times B B حطها فوق ولا تحت؟ فوق 1 times A ماشي هلا شو بعمل؟ بنلفهم بصير A over B B وناقص A over B هاي شو بصير؟ A over B لازم A over B divide بنلفها للتايمز وبنشقلب بالفراكشن اللي بعد A over B يلا A times A كمان ما نقول كل حرف مرق بالديناميناتور بتقوله does not equal zero with شو؟ with B does not equal zero and A does not equal zero واضح؟ نعم بس إذا كان المسألة غلط وحطيت B does not equal zero وحطينا علينا علامة ربع إذا كان عليها علامة بتقول لك ربع طيب نجي لهيدي هون كمان نصف الوسط
شو بدي اعمل اول شيء؟ انا قلب طايم زي الطايم زي ايه تايمز 1 اذا بشيء يعني بيروح ايه تايمز 1 تحت شو بيطلع 2 تايمز 10 20 في نفس الزمن على فور كمان على فور شو بيطلع الجواب 2 5 ها اكتب ال 2 تايمز 10 20 بالضبط هلا وذ كمان اللي مرقوا تحت ايه ايه داز نوت ايكوال 0 نجي لهيدي اللي هون اول شيء شو المشكلة اول شيء بنحط البي 1 لا اول شيء نشتغل هيدي هون نشتغل هيدي بنحط تحت البي 1 بنحط البي 1 برجع بنقلب الاسم دارا بنحط البي 1 شو وضع؟ هيدي بالسي اول 15 ليه؟ هل اي على بي؟ وهيدي عملتها صارت بي على اي عملت هيدي قائمة وشغلت حوالي هون هيدي كامل هيدي بتشبه مين اللي ناقصه فروان البي بي بي حط هلا بعد بالبعيد ولا بالبعيد وان تايم زمان وان تايم زمان حط فوق ولا تحت فوق بي اي بي 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 طيب فايف اي هلا 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 وان بي على اي بي الديفايس شو بصير بي على اي بي على اي نختصر البي بي والهي مع الان واحد تحت واحد فوق لتختصر يلا شو بقي فوق يعني وان على اي فون وان اوفر اس كوير كمان ويز اولويز اي نوت ايكوال 0 وبي نوت ايكوال 0 بي لانه مرقت تحت كمان صحيح طيب مش انا سايب لا لا انت ما عم تسمي انا بقول في بلس وماينس بحاله بلس هون ما في بلس وماينس هون هيدي الماينس مش انه مطروحين هاي الماينس اشارة الفور شو؟ بس انه شو مطروحين فضلها القصمة بالتايمز والمنتبليكيشن ما بنعمل سيم دينامينيت نو سيم دينامينيت ماشي؟ بس الفور بالفور بتاعت فين اختصر شيء؟ اختصر الماينس فور بالفور اه كثير والثري مع الثري والفور بالفور شو بقى؟ الاي والبي اي اي سكوير تايمز بي تايمز بي سكوير شو بصيروا كلهم؟ اي سكوير بي كيو ايه اللي عنده نفس الحرف بنجمعهم بالباور هون في اي شيء لا بتنزل اي زر طب 1 بي 1 بي سكوير شو بصير؟ كيو يعني بنجمع ال 1 مع ال 2 اوفر 1 مش عم ننتبه انتو بنجمع ال 1 مع ال 2 شو بصير بي باور 3 طب الاشاره مضبوطه شيء؟ لا هون بس ماينس ماينس اوفر 1 مش ضروري بروس واضح؟ بدي اقول وذ شيء ايه ما مرقوا الاي والبي بالدنمارك واضح؟ شو صورنا